مساء الخير على كل الأهلاوية، حلقة جديدة من برنامج السادسة. النهاردة خطوة جديدة وتحدي جديد نحو تحقيق الثلاثية التاريخية. خدنا الدوري الحمد لله، خدنا دوري أبطال أفريقيا وقدرنا نتوج بيه النجمة التاسعة، ودلوقتي طبعا كاس مصر. النهاردة مباراة مهمة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري إن شاء الله. يعني المباراة مش سهلة أبدا ومحتاجين كامل التركيز. طبعا احنا طالعين من مباراة يعني اتبذل فيها مجهود ذهني وبدني كبير جدا، ان شاء الله تكون لعبتنا في كامل التركيز النهارده. الاتحاد السكندري فريق كبير، فيه عناصر مهمه طبعا تحت قياده كابتن حسام حسن. عندهم رزاق سيسي، عندهم عمار حمدي لاعبنا المعار، عندهم لعيبه كبيره، وهتكون ان شاء الله مباراه ممتعه، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي.